السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله كنتم طيبين. معكم نينجا فورس، أتمنى إن شاء الله كلكم بألف صحة وعافية. اليوم معنا لعبة جديدة اللي هي لعبة أيام فيش. أنا سمكة، مو أنا، اللعبة اسمها أنا سمكة. أنا معاكم نينجا فورس، فراح نلعب اللعبة مع بعض. دي لعبة جديدة، راح نشوف اللعبة دي. أحس فكرتها فيها طابع غريب، ويمكن يكون فيها شيء من الفكاهة. شوف السمكة هذه كيف سنونها، هذه سمكة متوحشة ذي. على طول استجابت معي على متوحش. طيب اعطي لك كمان الله ما انتبهت له، بس يقول كذا نهايه اللعبه راح ترجع له. شوف السياره كيف كانها كرسيده 80. اوه بوب، يا يا جود ثانكس. ايش ذا؟ الخبز، الخبز ينبض. سوري بقى. Sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Baked fresh this morning. No. Just a sausage roll, thanks. Oh, I insist. It's on the house. Okay, sure. Whatever. رجع الخبز. قال انا مدري ايش. I'd love some of that specialty bread. I'm sorry, we're all out. هلا هلا الخبز. الخبز المتحرك. Can't eat that now. Don't let that go to waste. I have a pet shop just down the road. I bet they'd love some fresh bread. At least I'll still have the other loaf. الخبز كأنه في حياة. أنا ما أقول لكم السيارة كأنها كرسي 80. حلو الرسوميات ترى. شوف السمك هذه متوحشه، شوف شنو كيف هاي دلخه، مي متوحشه ذي. انجوي، هم يبغونها متوحشه. اوه ترشطوا. اخذت الخبز للسمك هي اصلا. اصلا الخبز فيه شيء، الخبز كان فيه طاقه غريبه. السمك اكله زي كانك حطيت له كيروسين حق طيارات. Bread, eh? Well, this is the last of it, so you all better enjoy it. قل هذا آخر شيء، استمتعوا فيه. الحين يتحمسون يطلعون من الحوض. حلو كذا سباحة. حلو. هل راح أقدر أنط؟ Swim down. الآن أغطس تحت. حلو 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 حلو. حلو كذا أكلتها. طيب. الاخر واحده يمكن ارجع تحت 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 تحت. حلو اكلت اخر واحده، اخر خبزه. الان ما عاد تشوف. مو ما عاد تشوف، انبسطت. توقعتها انتفخت، ما عاد فيها تتحرك. حلو الان الساعه قاعد تدق. جمعوا على اخر خبزه، مسوين حفله. اوه اكلها متوحش. اكلها الدلخ. اكلها بسنون. هلا هذا يقدر يقفز على شيء هو. كل واحد اعتقد عنده طريقه وعنده خاصيه يمكن، او طريقه لعب. حلو ايش اللي صار؟ الشمس سلطت عليهم، انبسطوا. الدلخ هذا الاحول ذا. لعبوا لعبوا بشكل لعب صراحه، احول وسنون ومنتفخ. هذه كيوت الصفرة دي، مو صفرة برتقالية. بقلب عندي عملوان. اوه هذه جاية البحر ذي. هذه لو تطبق فيك في البحر انتفخ كذا تصفك، راحت عليك يا صاحبي. هذه اللي يلحقون عليك المستشفى ولا لا؟ حلو. يا واحد شال السمك. هم في حوض في متجر، وجاء هذا اخذهم. بقيت هي السمكه ذي الاورنج الحاله. حزين القصة. طيب هذه الان المرحله الاولى و هولد. طيب خلاص حلو الان ليفل واحد، راح تكون وحيده واحد. هلا. اوه
حتى هي كمان هي في متجر. الشمس طلعت مرة ثانية. قاعد تعطيها الآن أكل. حلم خيانة الله. أبغى تطلع. هي 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 الآن تبغى ترجع المتجر تقريبا. حلو، لأن الآن في بيت، صارت في بيت ويانا باقي في المتجر، أو العكس عاد بتروح لهم هي في المتجر أو في بيت واحد عاد. تنطلق الآن في الرحلة. حلو، راح أقفز. حلو، أوه دربج دربج الكرة دي. حلو 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 حلو. واو 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 واو، انت موت دربج. اذا ماتت كذا، طيب اذا ماتت، طيب حلو خلاص استكشف المنطقة. دقيقة، اهدي 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 اهدي، جيب العيد. حلو مشت معي صح صح، طريقي صح. المفترض انها ما تطيح الا في مويه. حلو تعالي كذا، التحكم فيها صعب شوي، مو التحكم يعني طريقتها كذا صعبه، لكن انت قاعد تدور داخل الدائره او سمك دائري. كويس 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 كويس. ذاك حوض هناك كمان، طاحت سمكه طاحت. انزل على الفود هذا. حلو كويس كذا، ما راح ما راح ينكسر القزازة حقتها، ما راح تنكسر لأنها نازلة من قريب. طيب وبعدين الباب، وين الباب؟ هنا الحين اقطع خط وكلام كثير، مشكلة مشكلة كبيرة. وتخيل نزلة مع الدرج كمان شوية صعبة. هنا هنا هنا. حلو 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 حلو. تعالي 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 تعالي. اللهم اثقلها فعلا، كأنها داخل حوض سمك دائري فعلا. حلو حلو، طلعت العالم وعطوني موسيقى جميله. حلو حلو حلو. هذيك صاحبتها، شوف هذيك صاحبتها هناك راحت. ايام فش، هذه البدايه من هنا. طيب النزول ادف. الله اني كنت عارف، والله اني كنت عارف. انزل مع سلاك الكهرباء. حلو 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 حلو. حلو. لا يا سلام 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 يا سلام. الحين قامت تشدد. لا تكذب. كويس وصلت لمنطقة الحفظ هذه. والله اللعبة فكرتها حلوة صراحة، مرة حلوة يعني. تحس عارف، تحس يبغى لها إتقان. الشيء الجميل فيها الحماسي إنك يبغى لك تتقن الحركة فيها عشان الحوض لا ينكسر حقها. هذه هذه صاحبتها تقريبا. كويس كويس مشت معايا. حلو بعدين هنا نزلنا قبل شوي جبنا العيد. ما ادري ليش بس احس ان ال اذا ما في كويس كويس صح. لا والله مو صح ولا شيء. المفروض انزل على سلك الكهرباء هذا. كذا خلاص انا ما عندي ارجع. ما عندي ارجع. لا والله صح صح صح. كان يمديني انزل على سلك الكهرباء دايركت الظاهر. حلو. حلو 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 حلو. مش والله مين راح توقف. شغلة مين بالساهل هي. كويس 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 كويس. لا لا ما انزل، ما انزل على الشجرة. توقعت انزل على الشجرة بس راح انزل على السلك الكهربائي. الشغل كله على السلك الكهربائي الان. شوف شوف صح 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 صح. حلو حلو حلو، جات معي اخيرا بعد اربع محاولات. صعب السلك هذا. معقول الحين هاي صاحبتها رايحة جاية من عندها هي ولا لا؟ يا سلام يا سلام يا سلام. بطيء.
حلو خبز في الطريق. كيف أكلته؟ كيف أكلته هي جوة العلبة دي؟ حلو حلو. أي وصلت النقطة تحب؟ خذيها بس خذيها العادة طيح مرة ثانية. هذه نقطة تحب كذا كويس. راح أنزل عن طريق الصرف هذا حق الأمطار. ولا أجي من هنا؟ لا ما في أي طريق، ما في إلا صرف الأمطار هذا، وهذا الموضوع فيه صعب. أنا عارف طيق. ساعات ضيقة. جات معايا. اوه دحين ننزل على السلك على طول. اه كويس. كويس كويس جات معايا. ما كانت صعبة، توقعتها صعبة مرة. حلو تقفز تقفز عشان تدور بسرعة. وصلت. اهدى اهدى. اهدى اهدى. والله صراحة فيها فيها شيء من الحماس، عارف لأن أي غلطة كذا تطيح تنكسر تعيدها مرة ثانية. أنت ما تبغى تعرف توجب كل شيء بدقة. لا إيش الكراتين ذي اللي ما تحرك؟ يعني مين كراتين ذي؟ طيب شويش 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 السلك الجهة الثانية. أنت عارف الحماس فيها إيش؟ إنه بالقوة ترجع. يعني هذا الشيء يخليك مشدود فيها على طول اللعبة. حلو حلو حلو. انزلي 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 انزلي. مية 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 مية. جات والله والله جات والله جات. لأنها نزلت على الوردة توقعتها إذا ما في وردة، نزلت على طول زيدت انكسرت. حلو كذا وصلت البحر. ما أدري راح أنزل على طول في مكان. لا حلو راح أنزل مع الصرف حق الأمطار. دقيقة دقيقة دقيقة. حلو حلو. تنزل هذا. صح صح. شوي شوي بس بسرعة 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 بسرعة. لا 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 ترس بنا ترس. وصلت البحر. ليش ما تحرك؟ اللعبة علقت. طيب علقت الخشب اللوحي بس على خفيف عشان اطيح من الجهة الثانية. اهدى اهدى شوي 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 شوي. لا انا لا اني صار يساري صار يساري صار يساري. يمين سويت سويت يا شيخ ونان حق دورية بلساني ما شاء الله تبارك الله. صح 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 كذا صح كذا صح. عارف لانها بالملي بالشعره كذا صراحه لا اراديا يعني. لا 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 لا. طيب الحين وصلت نقطة الحفظة هذه. حلو 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 حلو. تعالي كذا تعالي كذا. يا سلام يا سلام. أكلت الخبزة. طيب راح تنزل تحت. لا والله تحرك. اهدى اهدى. حلو 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 حلو. يا سلام. خلاص خلاص كذا الآن راح أقفز على حوض السباحة اللي هناك. راح تكون عندي عقبة النافذة ذيك هناك لكن راح أعديها إن شاء الله بس يعني بسهالة. حلو كذا عديت النافذة هذه. اهدي اهدي اهدي. لا 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 لا. شويش شويش حلو وصلت نقطة الحفظ. كذا راح انزل على طول على النطيطة هذه ونط على المسبح ونط على المسبح. حلو كذا الان انا في المسبح والمسبح راح يكون فيه 100% راح يكون فيه زي التصريف. التصريف هذا راح انزل منه على البحر. مظبوط 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 الفكره مظبوط الفكره مظبوط. حلو حلو الان دخلت على التصريف حق المسبح. المسبح راح يوديني على بحر ولا على مستنقع. المهم في مويه 100% راح يكون في مويه. الان هي رايحه مع الصرف. الحين اسكر من جد من الصرف هذا. الله زي ما قلت يا
الان في الصرف انا. طيب حلو. المفروض السمكة ما تعيش في الصرف، هذه سمكة مياه عذبة، المفروض ما تعيش في الصرف. طيب. الان. يا سلام جبتها صح. الان. يا سلام. الان. اوبا حلو. هذه نقطة الحين وصلت لها. الآن باقي لي أقفز المنطقة هذه، والمنطقة هي صعبة شوية. يبغى لها قفزة أسطورية، شوف الإبر كيف رايحة جاية. نطي. يا سلام عليك. يا سلام عليك. طيب. حلو، دخلت مع البالوعة هذه. خلاص كذا دخلت مع البالوعة. الان راح اطلع من الصرف للبحر، لان معروف الصرف يتوجه على البحر دايركت. فكذا وضعي مزبوط. حلو حلو حلو. لا والله باقي عادني في الصرف. بس خلاص الان تقريبا خلاص راح اطلع على البحر الان. من الماسورة هذه كبيرة. راح اتصرف على البحر. هذه راح توديني على البحر. فاطلع فوق. ايوه. بيد على طول على موطنك الاساسي. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش ذا؟ ايش ذا؟ ايش ذا؟ ايش ذا؟ جلتش ولا ايش؟ ايش السالفه؟ ولا خطا في اللعبه لانها علقت على الغطا. انا علق مخي. لا والله هي علقت اللعبه. شوف لانها نزلت. المفروض اني اقفز. المفروض اني يوم اطلع من هذا اقفز، لكن على طول هم جابوني جوا اصلا، ما خلوني اعيد المرحله. يلا مشي حالك. الحين داخل عربيه. والله فلت فلة امها السمكه ذي. ايش ايش ايش؟ حلو. قال ها؟ انتبه انتبه بس كذا. قال يعني ايش ايش الصوت هذا؟ استغرب. ما ادري ان السمكه ذي فلة امها. ذكرت مويه المراحيض. انا مهمتي اني هو ما يدري الحين جوته سمكه اصلا. ما يدري ايش قاعد يحصل معاه في الحوض هذا، ليش الحوض قاعد يتحرك؟ راح يلاحقني، واذا مسكني راح يطلعني من الحوض راح اموت. لازم احط رجلي، لازم ادز. حلو، لا تجعليني لا تجعليني اجري. والله وقفت. لا 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 والله مشت 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 معايا مشت معايا. ماذا انت او ماذا انت؟ احنا مسكنا يقتلنا. طيب يا شباب، بالنسبه لتقييم هذه اللعبه اشوف اللعبه تستحق 7 من 10. اولا اللعبه فكرتها جديده، وعلى بساطه الفكره الا انها جميله وقادره تشوق تلعب في اللعبه هذه الى مراحل متقدمه وقد تختم اللعبه هذه. ففكره جديده. بالنسبه للرسوميات، الرسوميات حقتها على حجم 12 جيجا و11 جيجا و10 وحاجه زي كذا، صغير جدا بالنسبه للرسوميات الجميله هذه. في الرسوميات ممتازه، القصه جيده، سمكات كانوا مجتمعين مع بعض بعد كذا تفرقوا كل واحد راح بيت، فتقوم السمكه البرتقاليه تبدا المغامره وتبغى تجتمع ب اخوياتها السمكات الاخرى، فهذا شيء جميل صراحه وقصه جيده. بالنسبه للحماس في اللعبه، الحماس في اللعبه جيد جدا. اي غلط بسيط راح تموت السمكه، سواء انت نازل على سلك الكهرباء او انت في المستنقع عزكم الله الصرف، ويمكن ابره يمكن كوب تخش فيه تموت. اي معوق قد يقتل السمكه. مشيك في الحوض لابد يكون بشكل متقن او راح تموت السمكه. يعني فيها حماس راح يخليك تتشوق انك تلعب في اللعبه لمراحل متقدمه، في الحماس جيد جدا بالنسبه لهذه اللعبه. ايضا بالنسبه للجيم بلاي، بما ان اللعبه حماسيه 100% الجيم بلاي راح يكون حماسي، لان حركتك للسمكه اثناء تحريكك للسمكه سواء كانت داخل الصرف او داخل الحوض حقها او داخل الحوض اللي انتقلت فيه حق غسالة السيارات او الى اخره، لابد يعني تكون دقيق في تحريك السمكه ولا السمكه راح تموت. اي غلطه السمكه راح تموت. فالجيم بلاي فيها اشوف من جيد الى جيد جدا، يعني 7.8 من 10 تقريبا، من جيد الى جيد جدا. هذا كل شيء، اتمنى يعجبك أعجبتك التجربة والتقييم. تعطيني لايك، تسوي شير للمقطع لأخوانك اللي يحبون الألعاب، تشترك في القناة إذا أنت مشترك، تفعل زر إشعارات يوصلك كل جديد من جيفورس. وبإذن الله القادم دائما عن جيفورس أجمل وأحلى وأقوى. مع السلامة.